افتتح وزير الثقافة محمد صابر نيابة عن الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء مؤتمر ثقافة مصر في المواجهة الذي تستمر فعالياته حتى الخميس القادم. وقال بهاء طاهر الرئيس الشرفي للمؤتمر إن هذا المؤتمر يعقد في لحظة تاريخية نادرة بعد أن نجاح ثورة 30 يونيو والتي قادها الشعب بالملايين وساندتها القوات المسلحة. إن وزارة الثقافة بكل مؤسساتها تتحمل المسؤولية التي تتناسب ودورها خلال هذه المرحلة ابتداء من القاهرة ووصولا إلى كل القرى المصرية. ولقد حاولنا خلال الشهرين الماضيين أن نعيد إلى قصور الثقافة أنشطتها وبرامجها وخصوصا في صعيد مصر، وسوف نواصل هذا الجهد الكبير عازمين على أداء رسالتنا بكل شرف وأمانة. وأنا بأدعو أصدقائنا من المثقفين والفنانين والمبدعين أن يشاركوا معنا في التواجد في منتديات وفي حوارات وفي أشعار وفي أعمال مسرحية وأعمال موسيقية وأعمال غنائية في كل قصور الثقافة المؤهلة لأداء وظيفتها، لأن هناك عدد لا بأس به من هذه المؤسسات متوقف نتيجة لأوضاع متدنية في البنية الأساسية لهذه المؤسسات. سوف تواصل كل مؤسسات وزارة الثقافة إعادة تقييم دورها وفق رؤى وبرامج جديدة سواء في النشر أو المسرح أو الفن التشكيلي، فضلا عن الأوبرا التي ظلت تؤدي دورها خلال عام كان من أسوأ الأعوام في حياتنا الثقافية. لقد حاولنا خلال الفترة القصيرة من عمر الحكومة العمل على استنهاض وعينا بأهمية الثقافة لكي تكون جزءا من برنامج الحكومة التي استجابت حينما طالبنا منها التنسيق بين كل الجهات التي تستهدف وعي المصريين بثقافتهم وتاريخهم. وقد تشكلت لجنة لأول مرة بقرار من رئيس الحكومة وبمشاركة وزارات الثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالي والأوقاف والشباب والرياضة والآثار والإعلام، وقد اجتمعنا عدة جلسات لدراسة المشكلة وتحديد مسؤوليات كل هذه الوزارات حتى تتحمل كل مؤسسات الدولة مسؤوليتها. حالة مستمرة معكم مشاهدين بعد هذا الفاصل، فقط ابقوا معنا.